أهلا بكم معي مرة أخرى في برنامج سينما وكريم، والتي سأخصص حلقته لهذا الأسبوع للفيلم الجديد للمخرج المكسيكي المتميز غييرمو ديل تورو والمعنون بنيتمير إيلي. يعود المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو بفيلم من نوعية الفيلم نواغ ليبدع مرة أخرى، رغم أنها المرة الثانية التي يعاد فيها تقديم هذا الفيلم بعد نسخته التي قدمت سنة 1947 والتي تحمل نفس العنوان، فنسخة 2021 ليست طبق الأصل من فيلم الأربعينيات، بل هي أقرب للرواية المقتبسة منها الفيلمان من ريميك للفيلم السابق. نجد بفيلم نيتمير إيلي أو زقاق الكوابيس كل خصوصيات وتوابل نوعية الفيلم نواغ التي ازدهرت طيلة عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حيث أنتجت روائع تنتمي لهذا الجنس السينمائي والذي تأثر بجمالية السينما التعبيرية الألمانية وكان استمرارا لها، خصوصا أن أغلب من كانوا رواده كانوا مخرجين ألمان هاجروا إلى هوليود وجاءوا من نفس المدرسة السينمائية، وعلى رأسهم المخرج الكبير فريتز لانك. ومن خصيات الفيلم نواغ الذي ينتمي له فيلم نيتمير إيلي البطل السلبي وذو المصير التراجيدي البائس المحتوم رغم كل ما يبدو له من جهد لتجاوز أناه ومشاكله، المرأة الخائنة أو ذات الميولات والنوايا الغير سوية، الأجواء والفضاءات القاتمة التي تعبر بالتالي عن نفسيات الشخوص الغير سوية نفسيا، ويعبر عن هذا غالبا باستعمال الإضاءة بشكل قاتم خدمة وتعبيرا عما يجول في نفسية الشخوص من أفكار قاتمة وغير سوية وعن مصائرها المحتومة والتراجيدية. Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. رغم أن فيلم غييرمو ديل تورو قد حافظ على سياقات الفيلم نواغ وتوابله، فإن به نفسا حديثا لا تخطئ عين المتتبع، لا من ناحية الشغال على الشخصيات أو من ناحية المشاهد التي بدت عصرية في سينوغرافيتها أو الألوان المستعملة والتي عوضت تعبيرية الأبيض والأسود في الفيلم نواغ، وذلك باستعمال ألوان رمادية ترابية مع إضاءة تتراوح حسب الوضعيات الدرامية بين الباهتة والظلال المائلة للسواد، خصوصا في عيادة الطبيبة النفسية هذه الأخيرة التي يقدمها لنا المخرج المكسيكي بشكل سينمائي أمام المرآة لتظهر فيها كشخصية متعددة الأوجه، ما سيتأكد في نهاية الفيلم، واستطاعتها التغلب على شخصية البطل السلبي والذي يبدو ذو شخصية قوية حتى تتمكن من استلامه واللعب به كما تريد. هذه الشخصية التي أدتها النجمة كيت بلانشيت بتفوق، رغم أن الفيلم لم ينجح تجاريا نظرا لتغير شروط المشاهدة وتبدل انتظارات المشاهدين إلى الأسود، فإنه يظل وسيعيش حتما مع الزمن كون السينما حاضرة فيه بقوة. تختلف نسخة سنة 1947 من نيتمير إيلي عن النسخة الحالية في كثير من التفاصيل، رغم أن السياق العام للأحداث وتكوين الشخوص يظل نفسه في الفيلمين، ففي النسخة القديمة لا وجود لشخصية أبي البطل الذي سنعلم في النهاية النسخة الحديثة أن الإبن قتله، والبطل في النسخة القديمة أكثر نبلا ولا يقترف الجرائم عن سبق إصرار وترصد، لكن بشكل خاطئ وغير مفكر فيه ودون قصد منه، كما يحدث له مع الشيخ الذي سيعلمه أصول اللعب والتأثير على الناس وخداعهم وإيهامهم، أنه يستطيع معرفة الغيب ويتواصل مع أرواح الميتين أقرباء زملائه.
وما يحسب لغيرمو دي تورو أنه جعلنا كمشاهدين لا نكره البطل بل نتعاطف معه في كثير من الأحيان كوننا نشاهد الأحداث من وجهة نظره، إضافة إلى أن المخرج المكسيكي أخفأ أهم الأحداث التي تجعلنا نصدر أحكاما سلبية على الشخصية الرئيسية حتى آخر الفيلم. وعموما فبنية شخصيات وأحداث نسخة سنة 1947 أكثر سذاجة من النسخة الحالية التي أتت ذات مصداقية وذات نضج فني، خصوصا من حيث بناء نفسية الشخوص وتطور مصائرها طيلة لحظات الفيلم. للإشارة ففيلم نايتمار إلي مرشح لأوسكار أحسن فيلم لهذه السنة وعدة أوسكارات أخرى، رغم أنه لم ينل نجاحا تجاريا كبيرا فقد نال إحسان المتتبعين والنقاد.